ونواصل حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن فمن السنة يا إخواني، قلت من السنة كذلك يوم الجمعة التبكير، التبكير للجمعة دو سوغون دو بونير، يعني على مسكي إن شاء الله. هذا إن شاء الله لا. كذلك إن شاء الله مدام نتكلم على الناس اللي جو يصلوا، يفوك جو رابل وسي إن شاء الله. سو رابل إن شاء الله، يعني ماذا بي الإخوة الأئمة ما يفهموش باللي جو سوي أن دونور دو لوسون ولا حاشا لله، حاشا لله. أنتم على راسي وعيني كما نقول يا إخواني، قدركم غالي كل الإخوة الأئمة إن شاء الله، ولكن إن شاء الله يعني خموا شوية على المصلين. بونسي أن بو للمصلين، الله يجازيكم إن شاء الله، دو نو با اتر لون في الخطبة تاع الجمعة. الناس تخدم يا إخواني، ظروف الناس يعني يفو بروندر اون كونسيديراسيون لي جون مساكين. يانا دي جون كي ترافاي، يفو با كون لي بخيف دو لا بخيار دو فوندردي إن شاء الله. فرانشمون الحمد لله كومام، يا سيرتان موسكي كي كومونس دو بونور الجمعة، سا سو بيرمي ا بوكو دو جون دو نو با راتي الجمعة. هذه مليحة إن شاء الله. مينتونو في الخطبة لو براش يا إخواني، سبحان الله اوني سيدات، سبحان الله، نراعوا الوقت تاع الناس ونقدروا ظروفهم ان شاء الله، وما نخلوش الناس حتى ينوض في وسط الجمعه. فيه بعض الاخوه يقول يا شيخ انا خرجت ما صليتش، عليا اثم ولا ما عليهاش اثم؟ باسكو الامام طول ونخدم، علاش نوصلوا مساكين حتى يخرج من الجمعه؟ يعني مسكين ما صلى لا ظهر ولا جمعه وقاعد يخمم على الخدمه تاعو؟ لا يا اخواني. اذا فالاخوه الائمه، الله يجزيكم يا اخواني، الله يجزيكم يا اخواني، فكروا في هذه المسألة. ومرانيش هنا باش نعطي دروس، حاشا لله، وإنما نتعلم منكم إن شاء الله بإذن الله. ولكن يا إخواني، إذا صلى الإنسان بالناس فليخفف، إذا صلى الإنسان أو أما الإنسان إذا أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض، فيهم صاحب الحاجة، فيهم الكبير، فيهم حتى المرأة اللي بولدها يبكي وكذا. فكل هذه الأمور، والدين تاعنا الحمد لله يسر ولا تعسر، يعني الإنسان يبشر ولا ينفر إن شاء الله. هذا بالنسبة إن شاء الله لقضية الأمور هذه. كذلك يا إخواني، الله يجازيكم يا إخواني، وهذا من آثار من الأشياء اللي يحبها الله، من الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى، يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني كي يعطيك ربي يا أخويا، سبحان الله، أشكر الله سبحانه وتعالى، بصح ثاني ربي يحب يشوف هذا النعمة اللي أعطاك، سبحان الله. فبذا بيا يا إخواني إن شاء الله تكون لكل واحد منا إنتوني سبيسيال للجمعة. هذا من نعم ربي يعطاك البس يا أخي، ربي يعطاك سبحان الله ميلو ميير بارفان كنتو يا أي، سبحان الله، سوا لو بلو بروبر سيغ تيغ كيما يقول الواحد، سبحان الله يا إخواني. الدين تاعنا دين تاع نظافة، دين نظافة، دين تاع نظام، سبحان الله. الأمة تاع الفوضى، والأمة اللي موسخة، والأمة اللي ماهيش منظمة، ما ينصرهاش ربي يا إخواني. ربي مع الأمة المنظمة، ربي مع الأمة نظيفة نقية، ربي مع الأمة اللي يعني سبحان الله متخلقة ومتأدبة، سبحان الله. هذه اللي ينصرهم رب العالمين يا إخواني. فوش خسرت يا أخي تدير لبسة للجمعة، لبسة للجمعة، علاش لازم تجي في الجوكينج تاعك للجمعة؟ كيف تروح للصطاد، دير كوستيم، كي تروح ترقص، مع بليز دير كوستيم، بليز دير لها كوستيم، سبحان الله. يا أخي كي تروحوا ترقصوا لي بواد دو نوي سيزيركم رايحين لبليز، ديروا لها كوستيم وكرافطة وبوس وخر مطريق وروايح وكذا، وكي تجوا عند رب العالمين دير لها شورت وجوكينج، سبحان الله. تقول الله يا إخواني، سبحان الله العظيم، راك في حضرة الله، وراك في بيت من بيوت الله، وراك مع خوتك المؤمنين اللي عزاز وغالين على ربي. يا كعبة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يا كعبة ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة الإنسان المؤمن أغلى عند الله، أغلى عند الله من الكعبة، سبحان الله. أخوك المسلم لما تأذيه تجي كلك ريح الدخان، تأذي أخوك يا أخي، سبحان الله. لما تجي تقاشرك موسخين، كيحط أخوك راسه عند السجود مسكين يقرب يتغاشى، أذيته يا أخي. لما تجي انت التالي وتقعد تتخطى في الرقاب تاع الناس، تفوت فوق هذا وفوق هذا باجي للصف الأول، يا أخي أذيت الناس، أذيت، اجلس أذيت، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل، اجلس أذيت.
هي يا أخي سبحان الله، فديننا دين النظافة، البس أحسن الثياب، مس أحسن الطيب، اغتسل فمك فمك. النبي صلى الله عليه وسلم قالنا يوم الجمعة اللي كلاو البصل والثوم يفو لي زانتردي، منعوهم من دخول المسجد اللي كلا البصل والثوم اللي هما حلال. يما لي صاحبي صحاب الشمة وصحاب الدخان، والله والله يا إخواني كلام اللي أنا نقول لكم، لكاين الناس في الجمعة دايرين الشمة والإمام يخطب ويقلع حكي بغو يصلوا، ضارب شمة تحت لسانه وقاعد يستغل في الإمام. قل لك هذا في الجامع يا إخواني، هيا ورانا رايحين، وين رانا رايحين؟ اتقوا الله سبحانه وتعالى. الحاجة الأخرى اللي أكثر من الشمة وأكثر من الدخان وأكثر من هذه المصيبات كلهم، الهدرة في الهدرة في الجامع سيرتو عند النساء. هذه قاعد قلت لهم روحوا يا راكم جايين تصلوا ولاكم جايين تتسوقوا هنايا؟ راكم جايين تصلوا جايين فلانة طلقت وفلانة تزوجت، يا سيدي عندكم قاع السيمانة 7 أيام انتم غير ساعة الجمعة اللي ثاني مازال تزيدوا تهدروا فيها. يا أختي قالوا الإمام خطب اليوم، قالوا الإمام تزوج اليوم، قالوا فلان طلق اليوم، يا ولدي جيتي تصلي ولا جيتي جايبة الخبارات؟ لا 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 سبحان الله. تقول ترى كيما هذوك لي جورنو تاع السيمانة للسيمانة، هذوك لي ريفي يخرجوا غير من الجامع، هي تجي للجامع تقول انت هذيك لا ريفي هذيك لا 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 المغازان هذاك اللي يخرج من السيمانة للسيمانة جايبت لك كاع الخبارات، ليديتوريال، لا باج ايكونوميك، لا باج بوليتيك، لا باج لي مو كروازي. او راكي جاية للجمعة الله يهديك، اتقوا الله سبحانه وتعالى يا اخواني. ان شاء الله المساجد كلها بيوت الله يا اخواني، ما كاش مسجد عبد الرحمن ومسجد قدور ومسجد، المساجد كلها بيوت الله. كي تروح تصلي راك رايح لله، ماك رايح لا لفلان ولا لقاع علان. وان المساجد لله، وان المساجد لله، فلا تدعوا مع الله احدا يا اخواني. فالبيوت المساجد بيوت الله، ما هي لا بيت فلان ولا بيت فلانه، المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى. إذا إن شاء الله، اللهم نبهنا يا رب العالمين، اللهم نبهنا يا رب العالمين. نرسل المستمعين ومستمعاتنا، نذكر إن شاء الله بالدعاء فقط على عجالة، الدعاء لنا نحفظ فيه، قلنا هو الدعاء لي on doit faire après صلاة الوتر. L'invocation qu'on est en train d'apprendre إن شاء الله cette semaine, c'est l'invocation qu'on fait après une fois qu'on a fini صلاة الوتر. فقلنا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس خطرة، سبوح قدوس دفوة، في الثالثة نقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذه نقولها من بعد صلاة الوتر إن شاء الله. هيا يا إخواني إن شاء الله، لأن تكلمت فيها في هذه المسألة إن شاء الله. نصل إلى موضوع اليوم إن شاء الله، وهو مواضيع الجمعة، مواضيع الجمعة إن شاء الله. وكما يعني تعودنا إن شاء الله، فمواضيع الجمعة نتكلم فيها على نصف القرآن الكريم. On parle le vendredi, le sujet de vendredi, c'est on invoque la moitié du Coran. نصف القرآن الكريم يتكلم على الموت وما بعد الموت يا إخواني. الموت ما هو إلا أن باسبور برك. الموت ما هو إلا أن باسبور. أوب، أنت لو دون أي أرحل. فازي، فياج. تو فياج دون زان نوتر موند. تو فا باسي دان موند أن نوتر موند. هذا هو الموت يا إخواني. تطلع الروح تاعك دان موند اللي هو الدنيا هذه إلى عالم واحد آخر، إلى عالم واحد آخر. هذا هو الموت يا إخواني. هذا الموت يا إخواني واحد منا ما يقدر يهرب منه. واحد منا حتى ملك الموت، حتى ملك الموت يا إخواني ما يقدر ينجو منه. فلما ينادي الله سبحانه وتعالى على ملك الموت بعد ما يموت جبريل ويموت يعني سبحان الملائكة الكبار، فينادي الله سبحانه وتعالى على ملك الموت، يا ملك الموت هل بقى أحد من خلقي؟ يقول يا ربي ما بقى إلا أنا وأنت يا رب العالمين. فيقول رب العالمين موت يا ملك الموت، فيموت ملك الموت، فيموت ملك الموت. ثم ينادي الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ ما كانش لي رد عليه. لمن الملك اليوم؟ ما كانش. الخلائق كلها ماتت، الخلائق كلها فنيت. لمن الملك اليوم؟ في الثالثة يجيب الله سبحانه وتعالى نفسه، الملك يومئذ لله سبحانه وتعالى.
لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه، لله الواحد القهار. فكل إنسان يا إخواني مكتوب عليه الموت، النهار اللي تزيد، النهار اللي تزيد، النهار اللي يتسجل التاريخ تاع الموت تاعك، أنت تزيد منه وملك الموت يخرج منه يحوس عليك. أي أول التراجي هذاك هو العمر اللي غادي تفوته. Tu ça peut être la rencontre معاه dans 20 ans, dans 15 ans, dans 60 ans, dans 4 ans, mais tu es obligé. لازم تتلاقى به. ولهذا ربي يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. On ne peut pas s'échapper. On ne peut pas le repousser. On ne peut pas le retarder. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. العاقل فينا يا إخواني والكيس فينا القافز فينا والشاطر فينا هو اللي يا إخواني يستعد للقاء الله، هو الإنسان اللي يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. Il faut qu'on se prépare à cette rencontre. Il faut qu'on se prépare à ce voyage. Parce que là, on n'est que du passage, subhanallah. Il n'y a pas d'éternité في الدنيا هذه يا إخوانا. كلنا ميتون. ولهذا وهذا هو الشيء اللي أكده الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت توتام الفاقود خلو أنا موت توتام كل نفس ذائقة الموت اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا أي أيوة الواحد يا إخواني ما يروحش بعيد شوف غير أوتور دو توا ولي تامير ولي تون بير تون غران بير ولي تون فرير تا سير ولي تون باترون ولي تون كلهم رجعوا إلى الله في كل يوم شاك جور ينا دي جون كي نوكيت شاك جور يا إخواني هذا الساعة اللي نهضروا فيها لا أزوم منا ينا دي جون كي سون ان ترين دو روند لور ديرني سوبير في هذا à ce moment là 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 où je vous parle il y en a des gens qui sont en train de d'être enterrés à ce moment là il y en a des gens qui sont en train de leur faire la toilette la migraslou fihom la mikfnou fihom à ce moment là il y en a des gens que يعني الخبر تاع الموت وصلهم جاهم اجروا بيكم مات à ce moment là اللي نهضر معاكم انا سبحان الله Comme aussi, à ce moment-là, il y en a des femmes qui accouchent maintenant. Il y en a des nouveau-nés. Nas jayil al-dunya hadhi. Hadhi ya sunnatullah al-hayat. Al-dawamu lillah, wal-baqa'u lillah, kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal-ikram. C'est pas parce qu'on est malade, on va mourir, loin de là. C'est pas parce qu'on est vieux, on va mourir, loin de là. La mort, elle vient aux jeunes comme à des vieux, aux malades comme aux gens qui sont en bonne santé, aux gens qui sont chez eux comme les gens qui sont sur les chantiers. Subhanallah. Aynama takounou yudrikoumul maut. Là où vous êtes. Là où vous êtes. Aynama takounou yudrikoumul maut. Idan, fa Allahumma thabbitna ya ikhwani. Fa l'aql fina wa shatir fina huwa li yatta'ab. هو اللي يدي الدروس كي سوسيغ دو لوسون لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني كان نهانا عن زيارة القبور نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها إنو زا انتردي دالي فيزيتي لي سيميتيير مي أبخي إلي غوفوني أن إلي غوفوني إلا دي نو جو فوز انتردي با مي جو فو كونساي جو فو روكوموند دالي فيزيتي لي سيميتيير فإنها تذكر بلقاء الآخرة C'est pour tirer les leçons, pour se servir de leçons, subhanallah. On n'est que de passage. Faya ant, nta ya akhili makshit salli. Mada, ou chak s'tenna. Madame rak arif ou tiyakant belli, tu es que du passage. Baghi trouh khawi, tu vas aller vite. Subhanallah, aib. Aib terkeb fi mish'al fanaya. Dans un voyage, les gens, ils ont leur sou, ils ont leur bagage, ou nta raih les mains vides. Mais tu comptes sur qui? Subhanallah. En sachant que chacun il est pour soi. Qui va t'sefer مع ناس, كل واحد فيهم عنده البورتفاي معمر, عنده la valise تاعو, bagage تاعو, وانت جايني les mains vides. Ni sous, ni bagage, ni rien. ما ينفعك حتى. C'est anormal, c'est pas logique.
فتزود تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. سبحان الله. On ne sait pas. Des fois نرقدو ما نوضوش. Des fois نخرجو من الدار وما نرجعوش. Des fois نرفدو الناس للمقبرة ومن بعد إحنا يرهم ديجا القبر تاعنا يتحفر ما حصيناش. إذن فالإنسان لابد أن يستعد يا إخواني إن شاء الله. في هذا الموضوع يا إخواني اليوم إن شاء الله سوف أتكلم مدام بدينا الكلام في 3 أسابيع عن النار والعياذ بالله. اللهم نجينا يا رب العالمين. علاش راني نأكد على الأمور تاع النار؟ باش الإنسان يا إخواني يهرب منها، باش نهرب منها إن شاء الله يا إخواني. فسوف نتكلم اليوم إن شاء الله عن الأعمال، عن الأعمال المنجية من النار، يعني إن شاء الله الأعمال اللي تنجينا من النار إن شاء الله، لأن هذا هو الهدف تاعنا يا إخواني، هو الإنسان أن يهرب من النار إن شاء الله. اللهم نجينا يا رب العالمين. يعني كومون يا إخواني، كومون أون سو بروتيج، كومون أون سو بروتيج دو لانفير، كيل سون لي بون زافر كي نو بروتيج كي نو زيلوان دو لانفير يا إخواني. إذن فالله سبحانه وتعالى يا إخواني كما تعلمنا احنا نعرفه بأن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار، وجعل لكل واحدة منهما جعل لها أولادها. الجنة عندها أولادها والنار والأهل تاعها، والنار عندها أولادها والأهل تاعها. فيقول أن النبي كونوا أهل، يعني كونوا من أهل الآخرة ولا تكونوا أهل الدنيا، من أبناء الدنيا كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. فرب العالمين خلق الجنة ودار لها مواليها، وخلق النار ودار لها مواليها يا إخواني. ربي سبحانه وتعالى بحكمته وبعدله، ما هوش يظلم في الناس قال دخل، لا، بحكمته وبعدله سبحانه وتعالى وبإحسانه وبرحمته، لأن أهل الجنة ما يدخلوا الجنة إلا برحمة الله وبالإحسان تاع ربي سبحانه وتعالى. أما أهل النار يدخلهم رب العالمين النار بعدله، بعدله بس جيستيس يعني. إذن فخلق رب العالمين الجنة وخلق النار، وزاد رب العالمين حاجة أخرى أنه ما خلناش هكا الامبروفيس، لا، لم يتركنا هملا الله سبحانه وتعالى، بل ورانا الطريق، قال لنا ها هو الشمع تاع النار وها هو الشمع تاع الجنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، ربي قلنا فمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء منكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ها اذا ما خلناش ربي هكذا، وانما دلنا انو زامونتري لو شوما فوالا لو شوما دو باغادي فوالا لو شوما دو لانفير. اذا فعرفنا بطريق النار، ويعني وعرفنا بطريق الجنه، والله سبحانه وتعالى انو زابا امبوزي ابدا، قال لك انت اختار. إن هديناه النجدين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يقول ربي قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اذا التامبوز با التالوسي لو شوا، تبغي تسلك نفسك ها هو الطريق، تبغي تبيع نفسك وتوبقها ها هو الطريق. سبحان الله. ثم ان رب العالمين جعل فينا سبحان الله او فوندونو يدونو اسباب الهدايه ودلنا عليها، بعث لنا رسل، نزل علينا كتب، حذرنا من النار، يعني باش الإنسان في الأخر حذرنا من العدو تاعنا الكبير اللي هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فات اتونسيون، إن الشيطان لكم عدو. إذن باش يوم القيامة واحد ما يجي يعني يقول يا ربي ما بعثت ليش، ما عنديش الخبر، ولا يا ربي ما كنت، لا ما عندكش الخبر، قلت لك باللي كان يوم القيامة، قلت لك باللي غادي تموت في الدنيا تويكي دو باساج، قلت لك ها هو طريق الجنة، قلت لك ها هو طريق النار، قلت لك إبليس عدو ليك، قلت لك وقلت لك وقلت لك، نعم واه يا ربي. إذن فلا تلوم إلا نفسك، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد دون ذلك فلا يلوم إلا نفسه. سي تو ا دي غومور لو جور دو جوجمون اوب سي الار. إذن توا اي تا كونسيونس يا أخي إن شاء الله. إذن فسوف نتكلم اليوم يا إخواني إن شاء الله يعني على الأعمال، على الأعمال اللي تنجينا من النار. اللهم نجينا يا رب العالمين. فيعني أول حاجة يا إخواني، أول حاجة اللي هو مفتاح النار، اللي هو مفتاح النار،
كما تعلمنا مفتاح الجنة، فمفتاح النار هو الكفر، والعياذ بالله، الكفر وهو سبب الخلود في النار. إذن عكس الكفر وش هو يا إخواني؟ هو الإيمان، هو الإيمان. إذن فالذي كفر وجحد هذا مصيره إلى النار والعياذ بالله. اللي راه باغي يهرب من النار ويسلك من النار فليؤمن، فليؤمن. الإيمان زائد العمل الصالح يا إخواني، ما كانش إيمان وحده فقط، الإيمان والعمل الصالح. ولذا يا إخواني فتجد، ولهذا فإن المسلم دائما، المسلم دائما يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بإيمانه بربه، بإيمانه بربه، لكي يخلصه من النار، لكي يخلصه من النار. إذن يا إخواني je disais يعني du يعني du moment que l'impiété est la cause de l'éternité en enfer اللي هو الكفر والعياذ بالله، le moyen يعني d'en être préservé consiste à croire et à faire des bonnes œuvres. إذن مدام الكفر هو سبب الخلود في النار، ف le contraire يعني de l'impiété c'est de croire يا إخواني et de faire des bonnes œuvres. إذن فالكفر هو سبب الدخول في النار والعياذ بالله، والإيمان والعمل الصالح les bonnes œuvres de croire et les bonnes œuvres. Il n'y a pas que de croire je suis croyant et non croire et plus les bonnes œuvres يا إخواني اللي تصدق هاد لا يعني لا croissance que tu as سبحان الله لتصدق هذه الفوا كوتيا. إذن à cette fin يا إخواني les musulmans ou bien les musulmans trouvent le moyen de parvenir à leur يعني à Allah سبحانه وتعالى يعني par le truchement يعني de leur foi afin que Allah سبحانه وتعالى les préserve de l'enfer. ولهذا يا إخواني فالمسلمون أو المسلم والمؤمنون يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان تاعهم ويعني لكي ينجيهم من النار. يقول ربي سبحانه وتعالى دون سو فيرسي، يقول ربي سبحانه وتعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هذا يعني توسل الإنسان المؤمنين يعني بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى باش رب العالمين سبحان الله العظيم يعني ينجيهم من النار. يقول ربي سبحانه وتعالى وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، لكن الإنسان المؤمن يقسم بالله يعني يقسم بالله جهد أيمانه أن الله يبعث من يموت. ففرق كبير بين واحد يحلف يقول باللي بعد الموت ما كان والو، وفرق كبير بعد من يقول باللي بعد الموت كاين الحساب وكاين الجنة وكاين النار ويا ربي نجيني وكذا، فرق كبير يا إخواني. فحاشا ربي باش يجمع بين هذا وبين هذا، امبوسيبل. واحد كيك خوا با غادي ربي يجمعه مع واحد كيك خوا، واحد كيك خوا في دي بون زافر غادي رب العالمين يلاقيه مع الإنسان كيك خوا لا غيان فيه، أبدا يا إخواني سبحان الله. إذن فالمؤمنين يا إخواني يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بإيمانهم، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Ce qui disait يعني أو notre Seigneur nous avons la foi pardonnez-nous donc يعني pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous de châtiment du feu. Ce qui disent ô notre Seigneur, nous avons la foi. Amenna. Rabbana innana amenna. Farfillana, pardonne-nous, donc nos péchés, et protège-nous de châtiment de l'enfer. ويقول ربي سبحانه وتعالى في آيات الآيات كثيرة يا إخواني، يقول ربي سبحانه وتعالى الذين يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله، ها هم المؤمنين يا إخوة ونداءتهم باش رب العالمين يعني. نوتر سينيور tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Garde-nous du châtiment du feu. Seigneur, celui que tu vouais au feu, tu le couvres vraiment d'anonymie. Et pour les gens injustes, il n'y a pas de secouriste. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé. Ainsi, à la fois, croyez en votre Seigneur. Et dès lors, nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfiés et place-nous à notre mort, yani, et place-nous à notre mort avec les gens du bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis à travers tes messagers et ne nous couvre pas d'anonymie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manques point à ta promesse. ربنا إنك لا تخلف الميعاد. إذن ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحان الله، الله tu nous as pas créé pour s'amuser. يا رب أفحسبتم أنما خلقناكم عبث. Vous pensez qu'on vous a créé pour jouer, pour danser, pour fêter les fêtes, hein, ou les anniversaires ou les gâteaux. وإنما خلقتكم، خلقنا رب العالمين pour une mission bien définie, un objectif noble bien défini, وهي l'adoration d'Allah سبحانه وتعالى. Ta mission de ce bas monde, c'est d'adorer Allah, d'être le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est tout à ton honneur que tu sois le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ta mission dans ce bas monde, c'est d'être un serviteur, un bon serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Protège-nous يا رب العالمين. يعني سبحان الله، garde-nous du châtiment du feu. يعني ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. سبحان الله، هذا هو الخزي، هو أن الإنسان يصيب روحه من أهل النار والعياذ بالله. ربنا إننا سمعنا مناديا، on a entendu l'appel de celui qui a fait l'appel et on a répondu. سبحان الله، أن آمنوا بربكم فآمنا. Et dès lors, nous avons cru, Seigneur, pardonne-nous, subhanallah, pardonne-nous nos péchés. Rabbana faghfir lana dhunubana ya ikhwan. Idhan, al-kufr huwa al-mudkhil. Al-kufr huwa al-sabab al-mudkhil ila al-nar wal-khulud fiha wal-iyadu billah. Al-najat min al-nar, aks al-kufr, wa huwa al-iman billah subhanahu wa ta'ala. La foi, croire à Allah subhanahu wa ta'ala, et multiplier les bonnes œuvres. Al-ladhina amanu wa amilu s-salihat. الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة ندخلوها برحمة الله لكن نتقاسم درجاتها يعني أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب يتقاسمون درجاتها حسب الأعمال يا إخوان ولا بد si on dit qu'on a de la foi il faut le prouver سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام فات على الصحابة وقال لهم كيف أصبحتم سبحان الله كم وزاد ما شاء الله قالوا يا رسول الله on est des croyants on est vrais croyants يا رسول الله قالوا يا حارثة إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٍ Chaque chose, elle a besoin d'une preuve. Alors, prouve ce que tu es en train de dire. Tu dis qu'on est des vrais croyants. C'est quoi qui le prouve, يا حارثة فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَكَأَنَّنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ اللَّهِ بَارِزًا وَكَأَنَّنِي أَرَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُمْ فِيهَا يَتَنَعَّمُونَ وَإِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ وَهُمْ فِيهَا يَتَوَهَّنُونَ سبحان الله عاد كأنه يشوف يوم القيامة بين عينيه تلمون لفوات تاعه قال عرفت فالزم يا حارثة الزم يعني أب اثبت على هذا إذن فالإيمان له حقيقة يا إخواني وش هي حقيقة الإيمان هو الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة زي لي بون زوفر كي بروف سي اون ا دو لا فوا او اون ا با دو لا فوا لوسك فو فوايي ان مسلمون مالوروزمون كي في دي موفيز زوفر سا فو دير كو سا فوا سوا الي نيجاتيف الي نيجاتيف سوا الي يعني براتيكمون لأنه لما يكون الإيمان يا إخواني لما تشوف إنسان ينوض الفجر بالذراع بالسيف أعرف باللي الإيمان تاعه راه ضعيف لو كان جا الإيمان تاعه قوي لو كان راه ناض قبل الفجر ودار قيام الليل ويبكي كما كان الصحابة ينوضوا بكري يقوموا الليل لو أنتيار بلوس دو أنتيار دو لانوي يعني يلون باسون اون تران دو بخيي اي لوسكو يفون لا بخيير دو لوب Il commence à pleurer, il demande à Allah pardon. Il dit, Ya Rabbi, pardonnez-nous parce qu'on ne t'a pas bien adoré. On n'a pas accompli bien notre mission, subhanallah.
Et nous, subhanallah, ya ikhwani, il y en a des gens qui ont 60 ans, 70 ans, ils font pas encore la prière, subhanallah. Ils font pas encore la prière. Hier, vous avez entendu un frère, inshallah, qui nous a appelé, peut-être vous avez tous entendu, il a dit que yani, son beau-père, hein, yani, il faisait la prière, il est né en 32 ou la 39, ou la manisha'af, yani, il a pratiquement 76 ans. Ça fait une semaine qu'il vient de commencer, alhamdoulilah. Dieu merci, alhamdoulilah. Mais il y a ikhwani à 76 ans, 70 ans, 80 ans. Mrat kallam fiya al-bah, tu dis, cheikh, andi rajli. انا قلت بالك سبحان الله شحال عندها قلت لي عندها 81 عام 81 نو مازال يسكر مازال يشرب لا اله الا الله اب 81 سنه مازال يسكر يا اخواني هاد الجماعه تاع الكول يقول لك هذاك نبطله ما تبطله غادي يلصق فيك يا اخي بطله اليوم قبل غدوه اذا الانسان بلغ يقول ابن عباس من بلغ الاربعين هكذا يقول من بلغ الاربعين فليشتري كفن اللي وصل 40 سنه ينجم يروح يشري كفن يوجده صافي دي با جو ريكوموند با او جون دالي اشتي لانسيل لكن المعنى يعني لما توصل 40 سنه سادير بريبار توا يا اخي خلاص اعمار امتي بين بين ال 60 وال 70 هكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام ها المويان داج تاع امه محمد سي 60 70 سي سا اذا فوق ال 40 سايت يا كومونسي لا بونت راه بدات 60 70 مازلت سبحان الله تلبس الكسير مازال دير في ليماش وراسها عريان وصدرها عريان ومازال ما تصلي مازال ما كذا سبحان الله وراك رايحه يا مرا كي يبلغ الواحد 60 ربي يستحي منه لوسك تو اريف على لاج دو 60 ans الله لا سبحان الله يستحي منك عبدي يقول لك استحي مني سبحان الله استحي مني فانني استحي منك اذا فالإيمان مع الأعمال الصالحة يا إخواني إذن فالذي ينجي الإنسان الذي ينجي الإنسان من النار هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مفتاح الجنة وهي مفتاح الجنة وهي علامة الإيمان يا إخواني شهادة أن لا إله إلا الله ويكون الإنسان عارف اشتهي معنى لا إله إلا الله وعارف اشتهوا معنى رسول وأن محمد رسول الله يا جماعة بزاف فينا ما همش عارفين قاع هذه الكلمة وش تقول ولهذا نصيبهم يديروا حوايج كي سون با كومباتيبل معاها يا هو من جهة من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وحده منا يا كوتي في دي شوز سبحان الله اللي كي سون با كومباتيبل معاها ابدا فهذا اللي يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وقاعده شاده الكولا عند واحد يقزن ولا يشوي تضرب له الكارطه ولا شوافه ولا سحار ولا كذا هذه لا اله الا الله لك تقول فيها لي با كومباتيبل مع هذا لان لا اله الا الله ان الانسان لازم يعرف ويتيقن بان الذي يعلم الغيب هو الله سبحان الله واللي ينفع هو الله واللي يضر هو الله واللي يحيي هو الله واللي يرزق هو الله شك تدير هنا عند السحار هذا شك تديري عند هذه الشوافة هذه لا غير جيت نشوف جيتي تشوفي هذه أمور عقيدة ما يلعبوش فيها هذه أمور ما يستهزوش فيها يا إخواني ما يلعبوش بها إلا أنا جاي نكتب غير للطيب أي طيب غادي تكتبي له الطيب هو في الطريق تاع رب العالمين وهذا السيد اللي يكتب للطيب هذا كون جاي يكتب للطيب كون ما راش في الحالة اللي راه فيها كون كتب الرعاة للطيب كون جاي هو عسل وكره الناس لنا. سبحان الله إذن فلنتقي الله سبحانه وتعالى هذا اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وكي تجينا إذا من الفراش ها مولى عبد القادر ها سيدي فلان ها الوالدين ها لالا مريم هذا لا خديجة ومانيش عارف لا سي با كومباتيبل مع لا إله إلا الله سي با كومباتيبل لما تروح النواي ولا البوردكس وتسمع الناس يسبوا الدين ينعل دينك وينعل كذا سي با كومباتيبل سبحان الله او فكيفاش من جهة تقول لا وانت تقعد تسب في الدين فهذه أمور لمن إذن ف لا إله إلا الله اللي هي مفتاح الجنة لازم الإنسان يكون يعرف مدلولها وكذا كما الجماعة اللي كونفيرتي جو دي با توس
je dis pas tous, les convertis soi-disant, les galou la ilaha illallah, ghir khatran ha li bghaw bach yjibouhom goudam l'imam galha, ou l'achiyya dar al-fatha, ou point final, khlas, hadi hiya la ilaha illallah anda huwa. Huwa, goulha bach tetzawouj l'achiyya. Mais ça veut dire pas ça, la ilaha illallah. La ilaha illallah, lazim tfahmouh billi, lazim y'arouf billi anna hunaka rab, أنه هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت هذا الرب لابد أن يطاع لابد يصلي لابد يصوم لابد كذا ماشي تعلموه باللي يقول لا إله إلا الله والحشين يديروا الفاتحة وهذا هو الإسلام هذا خطأ سبحان الله إذن فلا بد أن نكون نعرف يعني نعرف المدلول لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله La signification, le sens de la ilaha illallah, cette attestation de foi que tu es en train de t'attester, hein, de témoigner, subhanallah. إذا كانت تهبط لي منا من مارسي وهبط لي راح البلاد ومن بعد صبحي لي في مولى عبد القادر ديت له شمعته وديت له مانيش عارف انا زيارته وكل شيء هذا لا يجوز في الاسلام لا يجوز لا يجوز سبحان الله كما اللي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهي عايشة مع كافر عايشة في الحرام وعايشة مع كافر هذه لا إله إلا الله سيبا كومباتيبل تاعك لا إله إلا الله تقول باللي المرأة المؤمنة ما تعيش مع كافر وما تربيش عليها الكبدة وكي تسمع لا إله إلا الله خلاص تنتهي سبحان الله هم لنا كنا نقرأ في الآيات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كنا غالطين يا ربي خلاص تبنا إلى الله عدنا إلى الله رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى إذن ف يعني البطاقة لاكلي اللي ما عندهش لاكلي تاع لا إله إلا الله ولا إله إلا الله صحيحة ما هوش مترافيكيا ما هيش مشرية بالدراهم كيما الكواعد لا إله إلا الله صحيحة معنتها تكون عارف شا تقول شا معنتها لا إله إلا الله وشا معنتها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باش تكون لا إله إلا الله هذه مقبولة لسينو غادي تصيبها ما كانش كيما الوضوء الوضوء تتوضى بصح كاين لو كان تروح كرمكم الله للتواليت الوضوء تاعك راح سبحان الله لو كان تقول لا إله يعني تتوضى ويخرجك ريح الوضوء تاعك خسر ما تقدرش تصلي به فكذلك لا إله إلا الله تاعك يدير حوايج اللي ما همش يعني ينقضوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله تاعك راحت سبحان الله الحلف بغير الله كي تقعد تحلف براس ما سوغ لا طومب دو مون بير سوغ لا طومب دو ما مير وتقول لك أنا جو لك خوا سي ال دي سوغ لا طومب دو ما مير جو لك خوا والله اللي كان تقول فيه لا 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 والله يا حسران سي نورمال شوف سبحان الله هذا لا 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 لما واحد يقول انا نقول انا مسلم انا نقول لا اله الا الله وكل شيء بصح كي تفوت عليها وحده متحجبه تقعد تتمسخر بها شوف كي دايرين يا لطيف يا ابن عمي شي جابهم هنا مي هذه لا اله الا الله تاعك ممنوع باش تتمسخري بواحد مسلم وواحده مسلمه تمنع عليك الاستهزاء بايات الله ولا بواحد من المسلمين فلا إله إلا الله اللي يحرم بها ربي على الإنسان بها يحرم ربي جسد الإنسان النار لازم تكون لا إله إلا الله صحيحة يا إخواني من شهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار اللهم حرم لحومنا عن النار يا إخواني من الأشياء اللي تبعدنا عن النار وتبعدنا عن يعني غضب الله سبحانه وتعالى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ديمي الله سبحانه وتعالى يا إخواني صدقوني يا إخواني لا ماجوريتي فينا 95% فينا احنا المسلمين اليوم ونا با انكور يعني هاد الاستاد ديمي الله سبحانه وتعالى احنا رانا نعبدوا في ربي خاطر صبنا بوياتنا يصلوا رانا نصلوا صبنا امهاتنا يصلوا رانا نصلوا قال انتم مسلمين رانا مسلمين بصح يا اخي كي تشوف الحاله تاعنا وراها الاسلام لوسك لو كونستات سور لو تيران يا اخواني ورانا من الاسلام رانا نهلكوا فيه الاسلام اكثر من اللي ننفعوا فيه سبحان الله ما عدناش محبه لله يا اخواني لو عدنا حب في الله صح وعدنا حب في رسوله صلى الله عليه وسلم يا اخواني
إيه والله يا إخواني ما يقدر واحد نملة يهلكها. كي يصلي يصلي يبكي، كي تصلي يكون عندك حب لله. لو كان والله العظيم يا إخواني كان إنسان عنده في قلبه حب لله، والله كي يكمل الصلاة بتاعه ينشر الطابي، ينشره بقى ينشف من الدموع. إحنا تضربه بالرصاص ما تطيحش دمعة، تضربه بالرصاص ما تطيحش دمعة من عينه وفي الصلاة. أو كونترير يصلي ويضحك، يقول لك يا شيخ والله جاتني ضحكة في الصلاة لا باطلة ولا صحيحة، قلب مات. تصلي قدام التلفزيون هذا باغاتي المسلسل تاعها تعلم، فهمت؟ كل حاجة تفوت قبل الصلاة، الماكلة الرقاد كل شيء قبل الصلاة. لو كان عندنا حب الله يا إخواني كل شيء، محبة الله سبق من كل شيء. لو عندنا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان رانا يا إخواني في حالة واحدة أخرى، لو كان رانا متخلقين بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فالمحبة صح في القلب لكن لا بد من الأعمال، لا بد دي شوز كي جستي في هذه المحبة سبحان الله. فلا بد أن نصدق يا إخواني، لا بد أن نصدق في محبتنا مع الله، لا بد أن نصدق في محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء واحد الرجل قالوا يا رسول الله متى الساعة، وقتاش لار يعني دوتون دولار ولا لار تاع القيامة يا رسول. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له وما تسقسي على الساعة وين تا وين تا، قال وماذا أعددت لها، وش وجدت لها الساعة كذا تسقسي عليها. فقال الصحابي هذا قالوا يا رسول الله لا شيء، با غران شوز يا رسول الله، با غران شوز، إلا عندي حاجة برك. سبحان الله، شوف الإنسان كي يصدق مع الله، إلا أنني أحب الله ورسوله، إني أحب الله ورسوله، ميليتي سانسير، إليمي الله، إليمي لو بروفيت عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، إذن تسوغا أفيك تسلويك تأيمي، حبيت الله وتبعت طريقه يوم القيامة يحبك ربي سبحانه وتعالى. حبيت النبي عليه الصلاة والسلام، حبيت النبي عليه الصلاة والسلام، والله يوم القيامة تحشر مع النبي عليه السلام. محبنا لله وحبنا للنبي عليه السلام سي با دي كادر كوميدون سوغ لي مير يا إخواني، ولا سوغ لي باربريز ولا سنسلات في رقابنا وندخلوا بهم للطوالات. سي با سا لامور د الله سبحانه وتعالى، سا سي دو كوميرس، سا سي دو بيزنس. ما كانش دار تدخلها وما تصيبش كلمة الله كادر، رسول الله كادر في الباربريز، حتى كيجي البوليس يدير بي في يقعد يقرا يحسبها لاسيرونس. لا، حب الله يا إخواني سيبات هذا، لا لا لا. حب الله لازم يكون في قلبك، ويكون الأعمال، الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تاعك هي لابروف سبحان الله. أما إحنا رديناها سبحان الله كادرات في الرقاب نعلقوهم، وكادرات في البيوت، وكادرات في الباربريز، وكادرات مش عارف. لا 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 يا إخواني، أبدا 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 يا إخواني. محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هي طاعتنا لهم، هي التذلل لهم يعني، وعبادتهم طاعة الله يعني تذلل له وحبا له، واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم طاعة له وحبا له كذلك. إذن فقال له الرسول أنت مع من أحببت. يقول أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس رضي، يقول ما فرحناش بحاجة كما هذه الكلمة اللي قالها الرسول أنت مع من أحببت. فيا إخواني اللي يحب المؤمنين غادي يحشر مع المؤمنين، اللي يحب المؤمنين غادي يحشره ربي مع المؤمنين، واللي يحب الكفار والفسقة يحشره ربي مع الكفار والفسقة والمرادة وفرعون، اللي يحب الرقاصات والغنايات غادي رب العالمين يجمعه معاه، غادي رب العالمين يلاقيك بهم ما تخممش. واللي يحب الناس المصلين والناس اللي يخافوا الله والناس اللي يتقوا الله يحشره ربي. الأخلاء بعضهم لبعض يومئذ عدو إلا المتقين، إلا المتقين. هاللي ظل يتزهزمي راسك كي تسمعي غنية واه وتتفكري، هذه غادي ربي يلاقيك بهذيك مولات الغنية يجمعك انت وياها تقعدي هي تقلل وانت تضرب. فهمتي؟ يحشر المرء مع من أحب. ها
الشباب تاعنا وليداتنا اللي راه خالحهم رولاندو وخالحهم ما نعرف انا ميسي وخالحهم ما نعرف انا يال. حتى اللي ماتوا مازالوا متعلقين بهم، حتى المغنيين اللي ماتوا مازال السيد يحافظ سماواتهم وكل شيء. لا اله الا الله. اذا فيحشر المرء مع من احب، انت مع من احببت. اللهم اجعلنا يا ربي ممن يحبونك يا الله ويحبون نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. يعني أعمال كثيرة، ولكن من الأعمال كذلك إن شاء الله باش نختم لأن الوقت، من الأعمال التي تنجي، التي تنجينا من النار يا إخواني، الصوم، 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 الصدقة، هذه إن شاء الله غادي نشرحهم بالأحاديث. الصدقة، الصوم، يعني وخصوص صوم التطوع جانسي لوغاتوار، كذلك من الأمور المهمة، المهمة اللي يعني تنجينا من النار، تنجينا من النار، الحفاظ على الصلاة وعلى صلاة الجماعة، المحافظة على الصلاة وعلى صلاة الجماعة من علامات الإيمان. يقول ربي سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر. وإذا سئل أهل النار يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. كذلك صلاة الفجر يا إخواني، يعني قراءة القرآن، كلها أعمال، وسوف نعود لها بالشرح والتفصيل إن شاء الله في جمعتنا القادمة إذا أمد الله في أعمارنا. إن أصبت إخواني إن شاء الله فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وبارك الله لي في أسماعكم مستمعينا ومستمعاتنا. نصل إلى الفقرة